يعني احنا في الحقيقة النهاردة عاملين الاحتفالية دي عشان تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة اللي هم دفعوا من دمهم عشان يحررونا كلنا. وفي الحقيقة يعني الاهتمام الإعلامي بقضية شهداء الجيش والشرطة ما هوش بالدرجة اللي تليق مع ما قدموه من تضحيات. احنا النهاردة كنا عايزين نوصل رسالة واضحة جدا انه الشعب المصري مقدر هذه الدماء الزكية اللي دفعت عشان يتحرر من الإرهاب، وانه الدولة وان الدولة يجب عليها ان هي تجيب حق هؤلاء بانجاز المحاكمات ومعاقبة المجرمين اللي تم القاء القبض عليهم من قيادات الجماعة الإرهابية، وانجاز المحاكمات للعناصر المجرمة اللي تم القاء القبض عليها من المنفذين. الاهالي زي ما انتم سامعين عندهم حالة غضب لان هم شايفين ان المحاكمات ما بيتمش انجازها، وحاسين ان الدولة مش مهتمة بدماء هؤلاء وان دماء اولادهم الدولة مش مهتمة بيها كما ينبغي. احنا النهاردة كنا عايزين نقول لهم لا، احنا مهتمين بيكم، احنا حزب حياة المصريين وجبهة حماة الدولة الوطنية المصرية وجبهة مؤيد السيسي لن يعني ندخر جهدا في ان احنا ننجز او نضغط على الدولة عشان تنجز محاكمات عادلة للقصاص من مرتكبي هذه الجرائم. الكلام في المصالحة جريمة في حق الشعب المصري، وانت كنت معانا في المؤتمر شفت الاهالي كان رد فعلهم ايه على المصالحة. في دماء سالت، هذه الدماء لا يملك احد ان هو يتنازل عنه. كل من يتكلم بالمصالحة بيستفز الرأي العام وبيستفز الشعب المصري، ويجب عليه ان يحترم هذه الدماء الزكية اللي سالت. كأنك بتقول للأسر لما تقول انا هتصالح، كأنك بتقول لهم ان دماء اولادكم دون كأن لم تكن. لا مصالحة مع ارهابيين ولا تفاوض مع ارهابيين. شكرا.